الأستاذ عبد المتعالي القيسي هاوي طيران شراعي، أو نرحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية. ودي لو تحدثني بس عن الطيران الشراعي أو عن الرياضة اللي أنتم تقومون فيها فعاليات صيف عصير لهذا العام. أولا الله يحييكم ومرحبا ألف فيكم في السودة. فعالية الطيران الشراعي زي ما أنتم شايفين رياضة جميلة تجذب الكثير من الشباب والمحبين في الوطن العربي وليس فقط في المملكة العربية السعودية. بالنسبة للفعالية فهي فعالية إن شاء الله وبطولة دولية تقام في 10 الشهر هذا إن شاء الله، تمتد إلى 3 أيام، مشاركة دولية من جميع دول العالم، من السعودية والإمارات وقطر وتشيك وبعض الدول اللي ما تحضرني اسمها الآن. زي ما أنتم شايفين مستمتعين بالجو والله يحييكم. أخوي عبد المتعالي، أنا ودي أسألك، إحنا شفنا طيرانك قبل شوي ما شاء الله تبارك الله، إحنا نشوف يعني وضوح الجو أو وضوح الرؤية في الجو، ما كان الجو لهذاك الدرجة، كان في شوية غبار أو شوية عدم وضوح. كيف تنصح الناس اللي أنت اللي يمارسون نفس رياضتك، أو كيف الطرق الصحيحة للطيران، خلينا نسميها الطرق السليمة، أنك أنت تطير في جو يعني يكون واضح تماما؟ اولا الموقع هذا يشرف عليه اكثر من كابتن دولي وحاصل على اجتياز دولي في الرخصه الدوليه. طبعا ما فيه طيران الا لما يكون الجو مناسب، فاحنا عندنا خبره كبيره بالذات في موقع السوده من ناحيه الاجواء. طبعا الاجواء اليوم صح انها كان فيها نوع من الاتربه ولكنها كانت نوعا ما جيدة، ولكن في الأيام اللي يكون فيها أمطار أو سحب أو في خطورة على الطيران مستحيل أنه يكون طيران. أيضا أنه الطيران الشراعي يتميز بأنه ناخذ القراءة يعني المسبقة من محطة الطقس، عندنا محطة خاصة تقرأ الطقس. أيضا أنه فيه مستشارين، إذا المدرب الكبير وهو الأستاذ عبد الباري أو عايض الأحمر أجازوا أنه يكون الطيران في مثل هذا اليوم، الكل يشارك في الطيران. أستاذ عبد المتعالي، في سؤال، حدث الناس اللي خلف الشاشات، أنتم رياضتكم خطيرة، مو بأي واحد والله يركب طيران شراعي قال يلا خلنا نطير. أكيد أنه زي ما أنت ذكرت سابقا أنه فيها رخصة دولية وفيها تدريب وفيها يعني مدربين عالميين. أنا صراحة فخور فيكم كمواطن سعودي أني أشوف ما شاء الله نخبة من الشباب السعودي موجود ويشرف على التدريب ويشرف على التنظيم. حدث السادة المشاهدين عن إجراءات الأمن والسلامة من خلال هذا من خلال هذه الرياضة، وحدث السادة المشاهدين أيضا الطرق السليمة للناس اللي جالسين يشاهدونكم من خلف الحواجز. أولا لو تسمح لي، هي مش مهي رياضة خطرة، هي رياضة خطرة على أشخاص متهورين، أما الشخص المؤهل وليتبع وسائل السلامة فهي آمنة. وأنا خبرتي في هذا الموقع أكثر من 10 سنوات لم يحدث أي تجاوز، لأن النظام هنا موضوع بنظام المعمول به في أي دولة من دول العالم، ولكن الأخطاء طبيعية تحدث حتى في كرة القدم إذا أحد تجاوز النظام. لذلك نجد في أي رياضة قانون، نظام تحكيم، لذلك هنا الحكم اللي يحكم في رياضة الطيران الشراعي هي اتباع وسائل السلامة. طالما أنك تتبع وسائل السلامة فهي رياضة جميلة وممتعة وآمنة إلى أبعد حد. كذلك جميع الممارسين للرياضة في هذا الموقع لا يسمح لهم بالطيران إلا عند اكتمال جميع وسائل السلامة، اللي هي اجتيازه للبرشوت الأساسي، وجود مظلة احتياطية، الخوذة زي ما أنتم شايفين، جهاز الاتصال مع المدربين والشخص ضابط السلامة في الموقع. فوسائل السلامة تعد من أفضل الأمور اللي تحكم رياضتنا. المدرب طيران الشراعي الأستاذ علي نجيمي، رحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية. ودي أسألك عن الفعاليات اللي تقومون فيها في صيف عسير لهذا العام. الله يحييكم ويا مرحبا والله، ونرحب فيك القناة الرياضية. عندنا في الحقيقة بطولة عسير الدولية الرابعة راح تقام في منطقة السودة، هذه المرة الرابعة اللي تقام فيها بطولة دولية تضم عدد كبير من الدول المشاركة. في الحقيقة البطولة يعني البطولة هي التسابق على الهبوط على نقطة على هدف معين،
مدة البطولة تقريبا 3 أيام الآن الشباب في التدريبات ويجهزون للبطولة، ومستمر الفعاليات إلى نهاية المهرجان، مهرجان أبها. السادة المشاهدين اللي خلف الشاشات ودهم يعرفون يعني نبذة مختصرة عن هذه الرياضة والوقت والزمان. في الحقيقة الرياضة هذه رياضة طيران شراعي، تعتمد على طبعا الوينج اللي هو الشراع، وتعتمد على ديناميكية الهواء الصاعد. طبعا احنا نعتمد هنا في الباراجلايدنج على ديناميكية الهواء الصاعد اللي يصطدم بالجبال ويصعد الأعلى، هذا يكون تيار يساعد الطيار في الارتفاع والعودة لنفس الموقع، وأحيانا الهواء الساخن الصاعد. طبعا شيء ثاني اللي يسمى الثيرمال، هذا يساعدنا في الارتفاع والارتقاء. طبعا الطيار أول ما يجي الطيار الشراعي يتفقد معداته ويبدأ بالتجهيز وتجهيز وسائل السلامة. طبعا يوجد مظلة احتياطية في حال، الحمد لله يعني ما في أحد استخدمها إلى حد الآن، لأنه طبعا الشباب متبعين سيفتي عالي في مثل هذه الرياضة. التواجد في الموقع من تاريخ 10/10 إلى 16/10/1436، طبعا هذا وقت البطولة، بطولة عسير الدولية الرابعة. مدرب علي، أنا بأسألك عن ميولك الرياضية. الميول الرياضي، أنا ما يوجد لدي ميول رياضي سوى الطيران، الابتعاد عن الأرض ومعانقة الغيوم. طيران الشراعي الأستاذ محمد قرني، رحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية، وودي أسألك متى بدأت هوايتك هذه؟ أول شيء الله يحييكم وفي منطقتنا، وأنا والله بديت الهواية هذه تقريبا ممكن 3 سنوات إلى سنتين. هواية يعني رياضة، هي مغامرة بس وجدنا فيها أقبال هنا في منطقة عسير، وتدربنا عند الشباب اللي هم الكابتن عبد الباري والكابتن علي النجيمي وابو حاتم، ويعني في نخبة من مدربين عندنا تدربوا على يدي ناس في برا المملكة على مستوى المنطقة، والحمد لله يعني هواية كويسة ونشغل فيها وقت فراغنا وكويسة للمجتمع. ودي أرغب يعني الإقبال عليها يكون كويس من الشباب المتفرغين هذولا، وإن شاء الله أن تكون أجمل من كذا في السنوات القادمة بإذن الله. طبعا من شروط الطيران أن يكون الجو صافي تماما أو أن يكون مناسب للطيران. أبي أسألك كم معدل طيرانك في اليوم مثلا إذا كان يعني الجو صافي تماما؟ والله بالنسبة إذا الجو صافي يصير اليوم طيرتين في الصباح، نطير من الصباح الساعة 7 إلى الساعة 9، ونطير من بعد صلاة العصر تقريبا طيرة إلى طيرتين إذا الهواء كويس ومناسب، وفي بعض الأوقات نطير وننزل منطقة تحت اللي هي منطقة هامة عسير اللي هي رجال المع، ويكون هناك هي في التدريب على بطولة اللي هي بطولة الباراجلايد على مستوى العالم، ويكون فيها تحديد النقطة، تحديد مستوى الأفراد اللي في النادي. وإذا الأجواء سيئة بعض الأوقات نجلس الأسبوع أسبوعين ما نطير، نفرد مظلاتنا أنا وكل يكون الجو سيء، هذا شرط من شرط السيفتي اللي هي السلامة، فنكون متواجدين ما نطير، يعني سلامة لنا والموجودين من النادي والفريق. الكابتن صالح العنقري، أولا أرحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية. أنا أشوف ما شاء الله جالس تجهز مظلتك الآن في استعدادك للطيران، ودي بس لو تحدثني على رياضتك للطيران الشراعي وممارستكم لهذه الرياضة. أولا أرحب فيكم القناة الرياضية، الله يحييكم بنادي الطيران منطقة عسير. زي ما انت شايف جالس افرد المظلة وشيك على وسائل السلامة، على اليوزرات، على الهارنس، على الهلمت. طبعا طبيعة الطيران ما نبدأ إلى نتأكد 100% وسائل السلامة، هذا شيء طبيعي لأمان الشخص اللي بينقذ الهاوي، فلازم السلامة يتأكد من الشيء هذا. والله يحييكم مرة ثانية. كابتن صالح، نحن نشوف الأجواء شوي يعني ما هي بواضحة تماما من ناحية الرؤية، كيف تقيمون أنتم وضعكم الحالي من ناحية الطيران الشراعي، يعني من إذا تقدرون تطيرون أو لا، وشو مصدركم ورجعكم في هذا الوضع؟ والله طال عمرك زي ما شايف جالسين واقفين ما طرنا، لأن الأجواء عكس الاتجاه اللي نطير فيه،
ومصدرنا طال عمرك فيه عندنا جهاز خاص بالأحوال الجوية يحدد لك سرعة الرياح ونسبة الرطوبة والضباب عن طريق برنامج بالجوال تقدر تأكد فيه. إذا كان سرعة الرياح واتجاهها مناسبة للطيران توكلنا على الله، لازم يكون 100% تكون مناسبة. إذا كانت النسبة أقل من كذا مستحيل يخاطر الشخص بالطيران لسلامته طبعا قبل كل شيء فقط. كابتن صالح العنقري، نشكر لك ظهورك معنا على شاشة قناة الرياضية ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. الله يحييكم في وقت تشرفونا وشرفتونا بحضوركم مرة ثانية. الله يحييكم، شكرا لكم. كابتن سعيد القحطاني، مدرب رمي السهام في الاتحاد العربي السعودي للسهام، اولا نرحب فيك عبر شاشه القناه الرياضيه. ودي بس لو تحدثنا وتحدث الساده المشاهدين عن الفعاليه اللي انتم تشاركون فيها في صيف هذا العام منطقه عسير 1436. اول شيء ارحب فيكم في مقر الاتحاد السعودي العربي لرمي السهام، وابد هذا من 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 أعز الأوقات وأفضلها بجيتكم ومشاركتنا الفعالية هذه. طبعا هذه الاتحاد السعودي اهتم الآن خاصة في اتحاد رمي السهام الآن في نشر اللعبة، كان مقتصر على مدينة الرياض وعلى المجمع الأولمبي في الرياض. الآن بدينا أول اتحاد خطتها الآن في نشر اللعبة في جميع أنحاء المملكة، وهذه من ضمنها في ضمن فعاليات دخلنا هذه اللعبة الحمد لله في، وكانت هيئة السياحة في أبها يعني ما قصروا يعني جميعهم، الأستاذ والدكتور مقبل والأستاذ مشبب القحطاني، ورحبوا بالفكرة والحمد لله. يعني هذه أول تجربة لنا يعني بالنسبة لفرع منطقة عسير، نعم، ولقينا إقبال طيب والحمد لله رب العالمين. يعني طبعا اليوم إن شاء الله حيكون افتتاح الفعالية بشكل رسمي، حدثنا والسادة المشاهدين طبعا اللي خلف الشاشات ودهم يعرفون أكثر عن الافتتاح وكيف المدة والزمان والمكان. طبعاً بالنسبة للزمان فهذا اليوم طبعاً زي ما قلت الافتتاح، في اليوم مشاهير بيجون، اليوم مشاهير التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى زيارتكم الطيبة لنا، وهذه فرصة طيبة. بالنسبة لموقعها فهو موقع الزوار لمنطقة عسير في أبو خيال، جمع أبو خيال تابع لوزارة الزراعة، وما قصروا يعني فتحوا لنا الموقع ويشكرون على ذلك. مدتها إن شاء الله على مدة 25 يوم إلى شهر إن شاء الله بإذن الله، من اليوم اللي هو التاسع من شوال إلى إن شاء الله 5 أو إلى نهاية شهر شوال بإذن الله. بإذن الله، وإحنا طبعا بدورنا كقناة رياضية شاركنا معاكم في الافتتاح ونشارك معاكم في الفعاليات، نشكر لكم جهودكم. الكابتن سعيد القحطاني، مدرب رمي السهام بالاتحاد العربي السعودي للسهام، كنت معي ضيفا على شاشة القناة الرياضية، شكرا لك. الله يسلمكم والله يحييكم، فرصة سعيدة ومرحبا ألف على ما قالوا في منطقة أبها،
ومن اسعد الاوقات، وحنا في حاجه حقيقه لجميع الالعاب يعني، خاصه الالعاب الفرديه في المملكه يعني، وخاصه بحكم قناتكم يعني الطيبه وقناتكم اللي يعني منتشره يعني زي ما تقول في كل محافل الالعاب الفرديه اللي اهتمت فيها المملكه. نشكركم شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافيه. شكرا. المنشد والنجم محمد الغزالي، رحب فيك مره ثانيه عبر شاشه القناه الرياضيه، ونرحب فيكم ايضا بفعاليه رمي السهام. ودي بس تحدثنا عن وجودكم اليوم في الافتتاح. طيب الله يحييكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا سعيد بان التقي فيكم مره ثانيه ان شاء الله، وثالثه ورابعه باذن الله. الحقيقه يعني الفعاليه هذه كانت بالنسبه لي تجربه اولى والله، يعني اول مره اني اجرب قضيه رمي السهام. من فضل الله ترى جبتها في الاحمر من اول مره، بس باقي ان شاء الله خطوه بسيطه تجي على الاصفر. جهود جباره حقيقه وتجهيزات جميله، والله يوفق الجميع ان شاء الله يا رب. المنشد والنجم المعروف عبد الوهاب القحطاني، رحب فيك مره ثانيه عبر شاشه القناه الرياضيه، ودي بس اسالك عن وجودكم في افتتاح اليوم لفعاليه الرمي بالسهام. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا ومسهلا. ابد كل يوم نصور معكم قناتنا وحبيبتنا، ما يحتاج. بالنسبه لفعاليه رمي السهام، من هوايات رجال المنطقه الجنوبيه مشهوره من زمان يعني، طبعا المنطقه الجزيره العربيه كامله، ولكن تحديدا في الجنوب الرمايه، يعني الرمايه وركوب الخيل من 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 الصفات اللي يتصفون بها رجال الجنوب. فلذلك رياضه موجوده حابين نطورها في المنطقه او في الدوله بشكل عام، فحبينا نجيب شيء او جابوا شيء يلامس رجال المنطقه من رياضه وصى عليها الرسول، وصى عليها الصحابه، عمر بن الخطاب يوم يقول علموا اولادكم الرمايه، السباحه والرمايه وركوب الخيل، فكان شيء يعني شيء محبذ في الدين الاسلامي قبل ما يكون رياضه انه تتعلمه. فمن هذا المنطلق جابوها، وهذا شيء يشكرون عليه، الله يعطيهم الف عافيه. النجم والمنشد المعروف اسامه فقيه، ورحب فيك مره ثانيه عبر شاشه القناه الرياضيه، ودي بس لو تحدثنا عن وجودكم اليوم في افتتاح فعاليه رمي السهام. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء انا سعيد جدا صراحه انه في ايام قليله ويمكن 48 ساعه تواجد معكم خلال شاشه الرياضيه. اشكر لكم صراحه تواجدكم وحرصكم وتغطيه الحدث اول باول في كافه المناطق وفي كافه المناشط. ما شاء الله تبارك الله، استمتعنا جدا بفعاليه رمي السهام، وهي صراحه من الرياضات اللي المفترض تعود يعني تعود لي او يكون لها صدى عالي. يعني احنا ممكن نشوف ان كره القدم طاغيه، لكن هناك رياضات ممتعه، رياضات لها اهداف لها قيم صراحه، منها رمي السهام. رياضه ممتعه يعني تعودك صراحه على الصبر الاتقان، وهذا صراحه من الرياضات المفتقده، وباذن الله متفائلين خير انها باذن الله تعود. هي بعض الرياضات اللي ممكن ما اعطيت حقها صراحه اعلاميا. سام نبيك تطربنا شيء لشاشه القناه الرياضيه، حبايبك وجمهورك على الشاشه يعني يبون منك شيء. طيب ابشر. لو علمت الدار، لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجهود والكرم. الله يسعدك. النجم والمنشد عبد الرحمن المالكي، رحب فيك على شاشه القناه الرياضيه مره اخرى، ودي بس اسالك على وجودكم اليوم في افتتاح فعاليه رمي السهام. يا مرحبا والله بالمقدم الناجح، اسال الله ان يوفقك يا رب. طبعا اشكر تغطيتكم. لا بالنسبه للفعاليه هذه طبعا اول مره اجرب السهم، فكانت تجربه جميله، واكتشفت انها رياضه يعني على مستوى العالم، فهذا شيء جميل صراحه.
على خير أشوفك نحنا من الحين مصير الليالي تجمع الحي ما حيا بمن الكريم رحال وأنا في انتظارك لين تدور الليالي دور ترجعك ليا. سلامتك. الكابتن ياسر سليماني رامي قوس والسهام للمنتخب السعودي، رحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية ورحب فيكم في أبها. ودي بس لو تحدثنا عن وجودكم اليوم في افتتاح لعبة أو فعالية رمي السهام. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يعني أنا شايف يعني ما شاء الله الاهتمام في الفعالية ممتاز من ناحية أهم شيء، يعني من ناحية السلامة والأمور هذه، فهي ممتازة يعني وجيدة جدا يعني من ناحية التنظيم. وبرضه يعني ما شاء الله يعني أشوف في ناس ما شاء الله يعني هم موهوبين بالفطرة، يعني ما شاء الله تعطيه على طول القوس يبدأ يرمي ما شاء الله تبارك الله، يعني كأنه بالفطرة يعني هو يرمي، فلهم مستقبل هذول يعني لو يهتمون فيهم ممكن يعني يطلعون يمثلون يعني في يوم من الأيام يعني المملكة في بطولات خارجية. حدث السادة المشاهدين نبذة مختصرة عن لعبة رمي السهام، يعني في بعض الناس ما يعرف قوانين، ما يعرف أنه كيف أنت ترمي السهم. طبعا عندك أول شيء السلامة، هذا أهم شيء، هذا يعني شيء ما في مزح، السلامة والاهتمام بالنظام هذا أول شيء، يعني انضباط كامل في من ناحية في خط عندك توقف عليه وترمي. وبعدين عندك شغلة ثانية اللي هي في طريقة، يعني الوقفة مثلا، الوقفة لها طريقة السحب، طريقة تنظيم النفس، تحاول انك تكون يعني مسترخي وفي عضلات عندك تحركها مثلا عضلة الكتف، عضلة الظهر، اي تكون هذه اشياء ثابته واساسيه. هل في لباس مثلا لازم عندك يعني حامي للذراع، حامي للصدر، وبرضه حامي للاصابع، بس هذه الاشياء اساسيه. الكابتن ضاوي العتيبي رامي قوس وسهام بالمنتخب السعودي، رحب فيك ظهورك على شاشه القناه الرياضيه. ودي بس لو تحدثنا عن وجودكم اليوم في افتتاح فعاليه رمي السهام من ضمن فعاليات مهرجان صيف عسير لهذا العام. أول شيء مرحبا فيكم، وأيضا حنا ضيوف عليكم ونشكركم على الترحيب فينا. الحمد لله الأخوان عندنا في الاتحاد عندهم مساهمات، عندهم تعريف في اللعبة، أيضا ارسلونا أنا والكابتن ياسر هنا للتعريف في اللعبة، والحمد لله الأمور كلها زينة، المكان مهيأ، أيضا الإقبال على اللعبة من أول يوم من أول الساعات الآن جميل جدا، وايضا الحمد لله بعد يساعدها الاجواء الجميله. الله يسلمك. وياك كابتن ضاوي، في ناس يعني اللي خلف الشاشه ساده المشاهدين ما بيعرفون قوانين اللعبه من ناحيه الرمي، من ناحيه الوقوف، ارتداء اللبس الواقي. احسنت، طبعا هذه من اساسيات التعريف باللعبه، انك تعرف القوانين للعبه. اللعبه لازم يكون فيها سيفتي، مسافه معينه خاصه للمبتدئين، ايضا يكون في أدوات متوفرة للمبتدئين تتناسب مع قدراتهم العضلية البدنية أيضا كاملة. أيضا كمبتدئ أهم شيء الأمان عندك اللي هو يسمونه السيفتي في الرمي، أيضا الانتباه والإصغاء لتعليمات المدربين، وإن شاء الله أيضا كمبتدئين يلقى تشويق في اللعبة هذه، ومع الوقت أيضا يتعلم على قوانين اكثر وقوانين تكون ما اقول بشكل صارم لكنها تكون يعني ايضا مفهومه للاعب نفسه والمارس.
الأستاذ علي الشهراني رئيس الفرقة الشعبية بخميس مشيط، أهلا وسهلا فيك، نرحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية ومن هنا من السودة بعسير. أولا وحدثني عن فعاليات الفرقة المصاحبة لقرية التراثية بالسودة. حياك الله، الله يسلمكم جميعا، والله يحييكم في منطقة أبها ومنطقة عسير في مدينة أبها في السودة. فرقة فنون محافظة خميس مشيط أحد الفرق الموجودة في المنطقة وتأدي الألوان الموجودة في المنطقة. قبل شوي جالس أسولف أنا وياك وما شاء الله والفرقة جالسة يعني في الاستعراض، أنت قلت لي أنكم ما شاء الله طوال الشهر كامل حتكونوا متواجدين بنفس البرنامج اللي مشيتوا عليه اليوم. صحيح، في طول الشهر إن شاء الله متواجدين، وفي ألوان برضو حنقدمها وحسب البرنامج المعد من قبل اللجنة الموجودة في القرية، وإن شاء الله تعجب المصطافين قبل كل شيء. هذا رضانا رضا المصطافين، يكون أنهم راضين في ما رأوه وما شاهدوه. هل لكم أي فعاليات أخرى في أماكن أخرى؟ لا، بالنسبة للفترة هذه احنا متواجدين مع اللجنة وبعقد يعني الزامي مدة شهر، وعندنا برضو في أبها ان شاء الله في افتتاح الصيف في الممشى حق أبها، وان شاء هذه الفقرة اللي عندنا المنطقة في الوقت المحدد هذا. الأستاذ علي الشهراني رئيس الجمعية الشعبية لفرقة خميس مشيط، شكرا جزيلا. حياك الله وفرصة سعيدة. نقيب يحيى، تشرفنا فيك بوجودك معنا، احنا عارفين وضع ضغط العمل عليك والوضع الأمني اللي موجود، ودي بس لو سمحت انك تعرفنا عن دوركم ومن ناحية أمنية. الله يحييكم، يا مرحبا، ونتشرف بزيارتكم لنا في منتزه السودة، وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. بالنسبة لعملنا فتعرفون عملنا عمل أمني بحت، ولله الحمد جهات معنية مشتركة في العمل في منتزه السودة، منها الشرطة وكذلك المرور والبحث الجنائي والدفاع المدني والأمانة، فكلنا جهات معنية مكملة لبعض، والحمد لله. أنت تعرف المنتزه منتزه كبير يرتاده المتنزهين من جميع أنحاء العالم تقريبا، والحمد لله على كل حال الوضع طيب واللهم لك الحمد، والتواجد الأمني موجود والسلامة المرورية موجودة واللهم لك الحمد على كل حال. نقيب يحيى، ودي لو تعرفني عن دوركم في التعامل مع البلاغات اللي مثل الحوادث وخلافها. والله طال عمرك احنا استلامنا 24 ساعة على مدار 24 ساعة متواجدين على اي بلاغ، وسرعة الانتقال والجاهزية ولله الحمد. الأستاذ عوض زارب صاحب فكرة المرسم الحر في السودة ثلاثي الأبعاد، نرحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية، وودي أسألك كيف تشوف الفعالية اللي بدأت أمس بالتحديد، كيف ترى الإقبال الموجود من الجمهور؟ أول شيء الله يحييكم وتشرفنا فيكم كثير، يعني تشرفنا أنه أول من جاء وغطى وكان معنا في الحدث القناة الرياضية السعودية، شكرا لك السلطان. بالنسبة للمرسم كان عندنا السنة اللي فاتت انه الفن يكون شريك للجميع، الناس تعرف انه كل فنان لوحده يرسم لنفسه، لكن السنة هذه او السنة اللي فاتت انه اعتمدنا انه يكون الفن شريك للجميع في مكان سياحي وسط الطبيعة، عندنا اكبر ساحة على مستوى المملكة من نوعها يمكن على مستوى العالم، انه الناس ترسم بشكل مفتوح بشكل حر، احنا نوفر لهم الادوات نوفر لهم الأغراض،
السنة هذه إن شاء الله حيكون عندنا رسم الـ 3D البعد الثالث، وحيكون عندنا بإذن الله أنه حنرسم جميعا الجمهور كامل هو الشريك في العمل، هو الأساسي في العمل، أنه حنرسم أكبر لوحة على مستوى العالم إن شاء الله، حتكون مفاجأة نهاية الصيف بإذن الله. كيف تقيم مع أنه الوقت يعني تو الافتتاح صاير أمس، كيف تقيم مدى الإقبال والجمهور؟ وأنا أشوف ما شاء الله الساحة ممتلئة بالرسومات وكل ما شاء الله جالس يرسم. ما شاء الله، احنا والله بدأنا أمس واليوم الحمد لله كان الإقبال عندنا كبير وشديد جدا، يعني من جميع فئات المجتمع ومن خارج، يعني احنا ما نتعمد فئة معينة أو جنس معين، المرسم للجميع، نساء، رجال، أطفال، كبار سن، كان عندنا إقبال شديد جدا، يعني بعض المساحة أكثر من 5000 متر مربع يعني شبه تغطت كاملة، فإحنا نحاول والله أن نغطي يعني، وإن شاء الله بكرة حنبدأ من جديد علشان نبدأ نرسم اللوحة بإذن الله. ممتاز، يعني بكرة إن شاء الله حيكون فيه افتتاح من جديد للمرسم بحضور المشاهير. بحضور المشاهير، وإحنا ما ننسى أنه عندنا فئة غالية جدا اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا كبار السن اللي دار المسنين، فإحنا بإذن الله حنتعمد السنة هذه أنه نستقطب هذه الفئات وهم الأهم عندنا، لأنه الجمهور عادي بإمكانه يرسم في أي مكان، فإحنا نهتم أنه نشرك الجميع مع هذه الفئات اللي غالية علينا. يقف في جانبي الآن السيد محب مرزا، صاحب ومؤسس فرقة سعودي ويلز والمحقق لعديد من البطولات. أهلا وسهلا فيك سيد محب، ودي لو أسألك تشرح لي وش نوع الفعالية اللي أنتم تشاركون فيها في صيف هذا العام؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء شرف لي أني أكون من هذه الفعالية. أرض المعارض هي مؤسس هذا المكان وزبطوا لنا المكان وعدلوا لنا يعني وسمحوا لنا بدخول السيارات وإلى حركات الصعبة اللي هي زي حركات النار اللي شفتوها قبل شوية، يتطلب إلى مهارة وفي نفس الوقت إلى مواقع وسيعة وكبيرة. الفقرات اللي احنا بنقدمها عادة هي علب اللي زي ما شفتوا أول فقرة، وحنقدم فقرات نارية، وبعد في كم فقرة والله ما قدمناها، وعندنا فقرة أساسية اللي هي قفز فوق سيارتين. يعني صراحة هنا ما كان المكان مناسب للقفزة، فإن شاء الله في مواقع ثانية إن شاء الله حنقدمها بإذن الله. طيب أنا ودي يعني تقول لي تشرح لي نوع الرياضة اللي أنت جالس تمارسها، هي خطيرة نوعا ما، كيف أنت جالس تتمرس ومن متى وأنت جالس تمارس هاللعبة والهواية؟ يا سلام، سؤال مرة مهم يعني بالنسبة للشباب. أول شيء لبس الاسكيت لها طريقة معينة، مثلا لما تلبس الاسكيت لازم يكون معك أدوات سلامة كمبتدئا يعني عشان الإصابات عندك وعلى حسب الأرضية. أنا أنصح الناس أنها تمارس مش في الشوارع ولا في الطرق العامة، في حدائق مخصصة، هي ما في مكان مخصص بس ممكن أفضل من أنها تكون في الشوارع، تلعب في أماكن مغلقة ومثلا عندك عسير مول ولا أي مول تفضل يعني أنك تروح تمارس فيها الرياضة هذه. أما أنه مارسها تقريبا من 10 سنين اللعبة هذه، شاركت في بطولات، شاركت في عروض، هي متعة وفي نفس الوقت يعني ممكن تربح ماديا وتشارك بطولات وترفع سمعة البلد وترفع سمعة الأهل، وشيء حلو يعني أنصح الناس أنها تمارس يعني. أنه تمارس بس في نوع من الخطورة، لازم أنه يكون الأمن والسلامة قبل كل شيء. أخوي محب أبي أسألك مدة بقائكم في المهرجان صيف عسير لهذا العام، وكيف يعني وين تشاركون وين المكان بالضبط؟ طيب هي شوف أنا أقول لك يعني أدوات السلامة هي لازم، يعني لازم قبل ما تلعب سكيت لازم يكون معك أدوات السلامة، وما أنصح أنك تلبس السكيت وتقعد تشغل النار، ولها طريقة ولها لبس معين، لها بخاخات في اللبس تنحط. فأنا أنصحك أول شيء تمارس اللعبة هذه بطريقة خفيفة، تتعلم القفزة من غير أنك تخاطر بالنار. إذا شفت أنك ضبطتها أروح أبدأ بالنار، بس في أماكن معك يكون طفايات
تلبس الخوذة، تلبس الدسوس. ومن ناحية أنه إحنا مشاركين إن شاء الله بالسنة هذه في 3 مواقع: أبو خيال، السودة والمفتاحة.